أهلا وسهلا ومساء الخير عليكم جميعا. أعرفكم أول شيء بنفسي، أنا فاطمة دلوي، أستاذ مساعد في جامعة الملك عبد العزيز. البكالوريوس تبعي أدب إنجليزي، لكن الماجستير والدكتوراه كانت في شيء اسمه اللغويات النفسية التطبيقية، وهي يعني دمج بين علمين، علم النفس مع علم اللغويات واللسانيات. اهتماماتي البحثية لمدة 10 سنوات كانت في دراسة الإحباط عند طلاب اللغة. اهتمامي كله كان في الطلاب اللي يتعلموا لغة، أي لغة، إيش الأسباب إن بعض الطلاب عندهم إحباط وفي طلاب عندهم دافعية عالية وبيكملوا مهما واجهوا من تحديات. وبسبب هذا الاهتمام البحثي قرأت مقالات كثيرة، استشهدت بمقالات كثيرة وقرأت كتب كثيرة تتكلم عن في علم النفس البيور الخالص عن بعض السمات الشخصية اللي تساعد الشخص في أن يواجه التحديات والصعوبات والضغوطات.